يعني ده أول اتصال منذ قمة العلا التي يعني وضعت بعض الأسس أو الأسس لرأب الصدع العربي بين الدول الرباعية، وأول اتصال منذ سنوات طويلة، يعني ما أعرفش منذ مثلا من 2013 مثلا. هل ده بداية لعلاقة جديدة؟ وكيف تقيم الموقف القطري الآن، يعني ما بين قناة الجزيرة اللي احنا شايفينها لسه يعني تراوح وضعها، وبين المواقف القطرية عموما؟ زي ما حضرتك ذكرتي، فعلا يفترض ان اتفاق العلا بيؤسس الى شكل جديد وشكل متطور، وفي قدر كبير من تصحيح العلاقات ما بين دول الرباعية العربية وبين دولة قطر. هذا المسار عندما يتم استثماره مع أول مناسبة دينية وطنية، مناسبة جامعة لنا جميعا، ويقوم أمير قطر بهذا الاتصال، أعتقد أن ده يعبر عن درجة من درجات الإيجابية والتفاعل والتعزيز لهذا المسار الجديد وهذه العلاقات الجديدة. مصر وأطراف الرباعية الحقيقة ذهبت إلى اتفاق العلا ووقعته رغبة منها في تضييق أي مساحات للاحتقان أو التوتر في المنطقة بشكل عام. تريد أن تكون قطر لاعبا بدورها الوطني العروبي الشقيق لهذه الريات، وأعتقد أنها هي الأخرى تسير في هذا الاتجاه. ربما الامر يحتاج لوقت، لو حضرتك بتذكري قناه الجزيره او غيرها من الامور اللي لازالت لم ترضي خواطر الراي العام العربي بشكل كبير، لكن اعتقد انها تسير في اتجاه صحيح الى حد كبير. الامر لو اخذ بعض من الوقت ما فيش ما يمنع من ذلك، طالما انه يسير في الطريق الصحيح وينشد عملية إعادة اللحمة مرة أخرى وترتيب البيت العربي من الداخل بشكل يجعلنا نطمئن إلى مجابهة المستقبل ونحن على قلب رجل واحد وفي اتحاد جيد وإيجابي. نعم. لكافة الرؤى اللي موجودة. أشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.